فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يتبين من كلام المؤلف رحمه الله أن القبوريين يقاتلون أم لا؟ ما في شك، هذا هو نص كلامه، هذا هو نص كلامه، جاب كلام قتال الصحابة للخوارج وقتالهم لأهل اليمامة وهم يقولون لا إله إلا الله، وقتال من يعبد القبور، جاب هذا كله السياق في هذا. نعم. وهل قتالهم مناط بالولاة أم لا؟ وهل قتالهم مناط بالولاة أم لا؟ لا شك، ما يقاتل إلا ولي الأمر، هو اللي يقود القتال أو يوكل عليه وينيب عليه، لا يجوز للناس أنهم يقاتلون بدون قيادة من ولي الأمر. نعم، صلاحيات ولي الأمر، الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين. نعم.